إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين اللي كشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. ارتفاع درجة الحرارة اللي وصل الآن في مدينة العرائش تقريبا 44 درجة حرارة مفرطة اللي كتشهدها الآن في مدينة العرائش. نتمنى من الله السلامة للجميع، أكيد متبنين الأوفياء، والله يلطفنا والله يرحمنا، الله يكون معنا، أكيد الله يكون مع الناس اللي عايشين في الوادي ودور الصفيح اللي كيعانيو. ارتفاع مهول في درجة الحرارة في مدينة العرائش اللي وصل الآن الحرارة إلى 45 درجة، وأكيد أن الشاطئ الأسرمن فهو ممتلئ عن آخره متبين الأوفياء. إذن نعطيكم متبين الأوفياء الحصيلة اليومية كما أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة عدد الإصابات التي تتابع للأسف الشديد تدريجيا. درجة الحرارة مرتفعة في مدينة العرائش الآن، طلبوا الله السلامة أكيد متبعين الأوفياء، وارتفاع صاروخي للأسف الشديد في عدد الإصابات اللي وصلت الحصيلة ديال عدد الإصابات إلى 1566 إصابة، 1566 مصاب بفيروس كورونا، تسعود ديال الوفيات متبعين الأوفياء، تسعود ديال الوفيات و 1566 إصابة بفيروس كورونا. طلبوا الله السلامة أكيد متبعين الأوفياء، والله يطب بينا، ما فيها باس متبعين الأوفياء أنكم تردوا البال، وما فيها باس أن الإنسان يعمل الكمامة ديالو، يعمل الاحتياطات اللازمة كنعتذر لأن الحرارة كتأثر عليا، وكانت هذه الحرارة مفرطة للأسف الشديد. تسعود ديال الوفيات 1566 إصابة جديدة فيروس كورونا. عدد المتعافون وصلت 870 حالة شفاء. إذا نعطيكم متبعين الأوفياء لعدد الحالات على حساب الجهات، كل جهة، جهة الدار البيضاء سقطات 708 الحالات، 4 ديال الوفيات. جهة سوس ماسة 258 حالة وجوج ديال الوفيات. جهة الرباط صلاة القنيطرة 218 حالة. جهة مراكش آسفي 170 إصابة وحالة وفاة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 77 إصابة. جهة فاس مكناس 36 إصابة وحالة وفاة. جهة العيون الصافية الحمراء 22 إصابة وحالة وفاة. جهة درعا تافيلة 22 إصابة. جهة بني ملال خنيفرة 15 إصابة. جهة الشرقة 14 إصابة. جهة الداخلة واد الدهب 14 إصابة. جهة بلميم واد نون 12 إصابة. عدد الإصابات كترتفع، وهذا للأسف أرقام قياسية، أرقام كارثية بكل مقاييس متبعين الأوفياء. ردوا البال، ما فيها باس الإنسان يعمل الكمامة ديالو، ديال الاحتياطات اللازمة من أجل الوقاية من فيروس كورونا. إقليم العرائش بدوره كيسجل 4 ديال الإصابات، 4 إصابات جديدة فيروس كورونا. طلبوا الله السلامة أكيد متبعين الأوفياء. إذن مباشرة من مدينة العرائش، أجواء حارة 45 درجة ديال الحرارة اللي وصلها في مدينة العرائش الآن. إذن تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. أجواء حارة كما كتشاهدوا، نطلبوا الله السلامة أكيد متبعين الأوفياء، كنشكركم، نتمنى أننا نتلاقى بكم موعد لاحق إن شاء الله، وتحياتي للجميع.